بص بقى، اكتشفنا النهارده والخبر ده مش هتشوفه عندك لا في الشروق ولا في المصري اليوم ولا في ولا في اي حاجه. عند موقع صيني باللغه العربيه مكتوب الاتي: شركه صينيه تنشئ اكثر من 200 محطه لتنقيه مياه الصرف الصحي على طول ضفتي نهر النيل في مصر. الخبر ده مش هتلاقيه في اي موقع او جورنال مصري. بيقول الخبر: نفذت الصين عدة برامج رئيسية لمشروع بناء النظام الصحي الحديث والشامل في مصر من خلال شركات متخصصة في هذا المجال، بما فيها 220 محطة لتنقية مياه الصرف الصحي على طول ضفتي نهر النيل، وهو ما ساعد بعض القرى في مصر للحصول على مياه الشرب. أنا بس عايز أسأل سؤال، من ساعة ما زمايلي قالوا الخبر ده ويعني هم اللي جابوه، يعني إيه ينفذوا 220 محطة تنقية مياه الصرف الصحي على طول ضفتي نهر النيل؟ أنا ماليش في القصة دي، لكن بالعقل كده ده معناه عارف إيه؟ معناه إن المدن بتصرف الصرف الصحي في النيل، وهم الصينيين هيبنوا المحطة تاخد تدور ترمي في النيل. يعني انتوا او في قرى زي ما بيقولوا اهو في الخبر بتشرب دلوقتي ايوه اللي انت قلتها دي بي 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 وعادي جدا. وعلى فكرة الحركة دي كانت بتحصل في السجون، بس في كتاب سنة أولى وتانية وتالتة السجن المصطفى أمين في جزء من الكتب دي بيتكلم على إزاي في السجون والمعتقلات كان بيشرب هو أحيانا بعض المعتقلين بولهم لأن مفيش مية. أنت متخيل مأساة؟ طيب المتحدث بقى كان بتاع المية بتاع الري زمان كان نفى القصة دي. افتكر معايا كده، ما تزنقيش على الضيف يا حصري، لانه هي اسمها ريهام الحصري، ما تزنقيش قوي لاني هتزنقي هتسمعي كلام مش لطيف. انما الصين كشفت القصه خلاص، 220 محطه تحليه مياه او تنقيه مياه الصرف الصحي للنيل